السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استديو الموصلية، نواصل معكم تغطية كل ما يهم شؤون مدينة الموصل ومعارك الموصل حتى تحرير الموصل. مشاهدينا الكرام، في هذا اليوم سنسلط الضوء على موضوعين سيتم نقاشهما خلال هذه الحلقة. الموضوع الأول الذي سنبدأ به مشاهدينا، العبادي يتفقد القطعات العسكرية وسير معارك تحرير أيمن الموصل. وفي المحور الثاني مشاهدينا الكرام، سيكون لنا نقاش وجولة حول موضوع التعليم والمعلمين في نينوى والمباشرون منهم ينظمون وقفة احتجاجية في أيسر الموصل لعدم صرف رواتبهم. مشاهدينا الكرام، سنبدأ بما لدينا بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم مجددا. سنبدأ من حيث بدأنا أول الحلقة عن موضوع المعارك، سير المعارك، آخر التطورات التي تتم حاليا في أيمن الموصل. نبدأ من قادة مكافحة الإرهاب، حيث القطعات العسكرية مستمرة بتقدمها بعد السيطرة على أكثر من 80% من أحياء الثورة والتنك، فلنتابع معا. اليوم إن شاء الله تكملة ما تبقى من أهداف ضمن حيي الثورة وكذلك التنك. القطعات أنجزت أعلى نسبة الآن في حي التنك، تقريبا 80 أو أكثر بقليل بالمية من هذا الحي، وفي حي الثورة تقريبا أكثر من 70%. لا زالت قطعاتنا مستمرة، الموقف جيد، الخطة تنفذ بشكل جيد، عوائلنا آمنة مطمئنة، لن يصب أي منهم بأذى في هذين الحيين، وإن شاء الله مستمرين في عملية التطهير الكامل. اليوم تقريبا قطعاتنا أحكمت السيطرة على 80% من حي الثورة، ما تبقى هو القليل. نتوقع خلال ساعات قليلة قادمة سيتم السيطرة على حي الثورة بالكامل، ونديم التماس مع حي الصحة وحالي أو منطقة الزنجيلي. السيطرة على حي الثورة كونها منطقة مرتفعة، هذا ما معناه إحكام الطوق على المدينة القديمة من الجهة الغربية والجهة الشمالية الغربية. إن شاء الله بعد إكمال الواجب لهذا اليوم سنستأنف تقدمنا باتجاه ما تبقى لدينا من أحياء لم تحرر في ضمن القاطع الشرقي أو العفو ضمن الساحل الأيمن، وهي أعداء أحياء قليلة وما تبقى هو القليل، ونتوقع خلال أيام قليلة قادمة سنحرر أحياء أخرى. كما تابعنا مشاهدينا تصريحات قادة مكافحة الإرهاب حول استمرار التقدم في الأحياء التي تم السيطرة عليها، سيطرة شبه كاملة بعد أن وصلت إلى 80% من تلك الأحياء، نقصد الثورة وحي التنك. مشاهدينا سننتقل الآن وذلك في جولة للموصلية ترافق خلالها مكافحة الإرهاب خلال استكمال تحرير حي التنك، وترصد أيضا إجلاء العوائل باتجاه المناطق الآمنة. ها
المشاهدين أبطال جهاز مكافحة الإضرار تدخل منطقة حي التنمية. مقابلك؟ هاي مقابلنا. شو اسمها المنطقة؟ صناعي. هاي صناعة صناعة وادي عقاب مو؟ أعزائي المشاهدين هاي مقابلنا صناعة وادي عقاب. هاي أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. صناعة جنوب. صناعة جنوب. ان شاء الله يا بطل ان شاء الله. ها شنو هي الدخان؟ ضربه جويه؟ هاي ضربه جويه؟ ضربه جويه مفارق داخل. شلونك يا بطل؟ شنو هذا؟ مشلح مال مدواش؟ هاي تركوا هدوم مو ملهزمة. من شافوا أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون المعنويات؟ معنوية عالية وبخير الحمد لله. وش اسمها هاي المنطقة؟ هاي المنطقة حي التنك وإن شاء الله الساعات القليلة راح نعبر عليه وادي عقاب. هاي الصناعة المقابلة مال وادي عقاب؟ مال وادي عقاب إي صحيح. هسه احنا وين؟ احنا هسه بحي التنك راح نخلص حي التنك يعني خلص. يعني هو الخط الأمامي خط الخط الأول؟ إي الخط الأمامي الخط الأول احنا هسه متقدمين يعني إن شاء الله. مو خط الصد هذا خط الأول. خط الأول خط الأول خط الأمامي إي صحيح. واحنا إن شاء الله هسه متقدمين وما عندنا شيء وخلال ساعتين ثلاثة إن شاء الله طابين وادي عقاب. معنوياتكم فول؟ معنوية فول الحمد لله والشكر والشرطه والدواعش وماكو كل اشكالات. شو تقولون لهاي المحاصرين بالداخل؟ الاهالي والله ان شاء الله احنا جايينهم ان شاء الله. شلونك يا بطل؟ حبيبي شلون صح؟ هاي المنطقه شو اسمها؟ حي التنك؟ حي التنك صحيح. هاي مقامين صناعه وادي عقاب؟ صحيح واحنا على خط الصد حاليا. على خط الامامي؟ صحيح. صحيح؟ صحيح. كل هاي المحاصرين بالداخل والله ان شاء الله جايينهم وفريق ركن عبد الوهاب الساعدي بالخطوط اليمانيه الاماميه العفو وان شاء الله المعنويه عاليه والحمد لله وشكرا. عليه ان شاء الله ان شاء الله ما اخذين ان شاء الله ما اخذين هو بقى شيء
عفوا بالابطال عفوا. قريب على الجامعة، صف الجامعة، يعني قدام الجامعة. من ذيك الصفحة أول؟ إي من ذيك الصفحة دير بالك. ماشي انطر ايش داخل يا حسن؟ وما يقصر يمين يا حسن؟ كثير أكثر أربعة مكتوبة. 26 300 23 300 23 300 23 300 23 300 23 300 23 300 23 ماذا نفعل؟ احنا خطوط الصد ويا العدو بينه وبينهم 50 إلى 100 متر. هسه هو هذا راس الفرع الكمال مالتنا الحظايرنا ودنا نتقدم عليهم مستمرين بالتقدم ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. مهزومة من تنظيم داعش الإرهابي يتوجهون على أبطال جهاز مكافحة الإرهاب. تعال تعال يا ولد تعال. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تحرركم. ها؟ تحرركم. ليش الساعة؟ رجع عليكم. الجيش هم نادونا. وين عوائلكم؟ وين أنا ظلت ورانا. وين عوائلكم؟ إيه. خلصوني السلامات. يا
يلا الحمد لله على السلامة. جايين جايين. قفوا قفوا. يلا عبر عبر الحمد لله على السلامة عبر عبر. الله يسلمك. هلا بأخوي. لا تخافوا لا تخافوا. المريض يزعج. تعال حجي تعال تعال تعال. تعال الحمد لله على السلامة. يا منطقة انتو. تعال تعال يا منطقة انتو. يا منطقة انتو. شوك تحررتو. شوك تحررتو. خلنا خويا بس. عافية ولدنا عافية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يرحم والديك. تحررتو. اليوم بس 7 الصبح حياتك. بس الصبح. الحمد لله على السلامة حجية الحمد لله على السلامة. يا عائل الله يهنيكم يا عائل الله يخليكم. شو تقولي لهم؟ الله يرضى عليكم. يا ابو الله ينطيكم. الله يوفقكم. صرنا اسبوع ناكل عمال مال عنب عمار ما قرص عليك الحمد لله على السلامة الله يسلمك الله يسلمك لا تخافوا لا تخافوا الحمد لله على السلامة حجي شوف تحررتوا حجي بس ما عصوف بس مرزة 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 تعال خذ دقائق تعال 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 خذ خذ دقائق يلا 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 وين مطعونة وين حجي الحمد لله على السلامة الله يسلمكم الله يسلمكم جهاز مكافحة الإرهاب اي نعم والله نشكر من مكافحة الإرهاب شو تقول لهم؟ والله خلصنا رحنا خلصناكم من الدوام اي والله شو وقت تحررتوا حجي؟ والله الساعة قبل الساعة يا منطقة انتم حياتنك السلام عليكم شو مسوون بكم الدواعش حجي احكي لي والله سووا بينا يلا يلا الله ينصركم الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة حجية مع داعش هذا الطريق المؤدي الى حي اليرموك سوق المعاش اتجاه شارع بغداد هذا العلم مع داعش هذا الراي مع داعش هذا الطريق عادل على سوق المعاش مشاهدينا الكرام للاطلاع أكثر وتسليط الضوء على هذا الموضوع نستضيف عبر الهاتف السيد علي المتياوتي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان
سيد علي، بداية نرحب بكم في استوديو الموصلية، والحديث كان حول آخر التطورات في معارك الجانب الأيمن من الموصل. كيف تقيمون سير المعارك حتى الآن وآخر التطورات؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. نعم، حقيقة المعارك في انسيابية جيدة ومرضية إلى حد ما. تقدم القطاعات الأمنية رغم ظروف المعركة التي حقيقة لا تحسد عليها قطاعاتنا الأمنية في موضوع تحرير الإنسان وكذلك تحرير المدينة من براثن هذا التنظيم المجرم، لكن لله الحمد يوما بعد يوم وكل لحظات تمر تدخل أحياء جديدة وبيوت وشوارع وتضاف إلى حضن الوطن. استبشرنا كل الخير في تحرير عقدة كبيرة ومعقدة جدا هي حي التنك، لما لها لهذا الحي من في حالة تحريره والله الحمد تم ذلك من الدخول إلى المبدا الرئيسي للعصابات الإجرامية وإذا أماكن تفخيخ وتجميع ومعدات كثيرة في الحي الصناعي للساحل الأيمن. نعتقد اليوم هذه البشرة الكبيرة في تحرير حي التنك. الآن بدأت المرحلة الصولة شبه النهائية لكون هذا الحي يفتح عدة طرق باتجاه مناطق تموز، مناطق دخول التنظيم في المدخل الأول لبوابة الشام. كل هذه الأمور لها مدلولات كبيرة جدا. سيتم التحام القطاعات الأمنية من داخل محور حي التنك مع القطاعات الموجودة في بوابة الشام، فهنا بداية معركة انقضاض، وإن شاء الله ستكون سريعة باتجاه الأحياء التي الآن يستعصي فيها هذا التنظيم ويرتهن فيها أبنائنا وأهالينا في تلك المناطق. هذا من جانب. من الجانب الثاني في منطقة حي الثورة استبشرنا كل الخير في عبور قطاعاتنا الأمنية لعقدة مواصلات معقدة، وهي منطقة واسعة وشاسعة وتربط من حي التنك وصولا إلى حي الثورة عبر جسر اليرموك ومن ثم باتجاه منطقة البورصة وصولا إلى الجسر الخامس. القطاعات الأمنية من كل المناطق هذه تتقدم رويدا رويدا. نستبشر خيرا أيضا في منطقة الفاروق وقطاعاتنا الأمنية كيف تسير بإنسيابية عالية لغرض الحفاظ على المنارة التاريخية، منارة الحدباء، التي إن شاء الله ستكون عودتها بحضن قطاعاتنا الأمنية مسألة وقت، ووقت بسيط جدا ليس أكثر. انتهاء معركة الفاروق معناها الوصول إلى حافة الجسر الخامس، وهنا تبدأ المرحلة النهائية في مناطق باتجاه مناطق الشفاء والمستشفيات. وهنا يبدأ النهر في أخذ المحور الانعطافة باتجاه اليسار باتجاه تقليص الجبهة، وتكون منطقة تموز هي النهائية بصورة بالصورة أو المرحلة النهائية لوجود هذا التنظيم. قطاعاتنا الأمنية، وكان لي اتصال قبل يومين مع سيد الفريق البطل عبد الأمير يار الله، وعدني خيرا بأنه وأخبرته بالنص أنه أبناء مدينة الموصل جوعى الذين لم يحرروا، الجوع يفتك بهم، وهذا الموضوع يقلقنا كثيرا. الرجل بكل أمانة وكعادته وبروحه الوطنية العالية وابن بار لهذا البلد ولهذه المحافظة، هو ليس بغريب عنها. كل القيادات وكل الضباط العراقي شربوا من مياه دجلة من داخل مدينة الموصل في دخولهم مراكز التدريب والمدارس العسكرية ومدرسة المشات، وكلنا يعلم والمعسكرات ومعسكرات الكلية العسكرية. فهو وعدني أنه ستكون المعركة معركة أيام، يقول نريد أن نختصر الزمن لخلاص هؤلاء الناس. كلنا يعلم أنه نفاذ المؤن لديهم وكذا، هي معركة بحد ذاتها. يقول نتسارع مع الوقت لغرض فتح جبهات كثيرة سنربك فيها العدو. وفعلا الحمد لله قطاعاتنا الأمنية الآن عبرت من بوابة الشام باتجاه منطقة التجهيزات الزراعية ومناطق أخرى، هي الآن على حافة
الحي الصناعي، وأيضا تعتبر على حافة الأحياء الغربية القريبة من منطقة الاقتصاديين وتموز، وأيضا من الحافة الشمالية لنهر من الحافة الشمالية لمنطقة المشارفة ومنطقة حليلة، تم السيطرة على منطقة حليلة. فإذا القطاعات الأمنية بدأت تطبق بصورة محكمة على ما تبقى من الجانب الأيمن وبالذات الجهة الشمالية. نعم. طيب سيد علي، زيارة رئيس الوزراء في الوقت الحالي، ما هو تفسيرك لهذه الزيارة؟ هل هي لقرب إعلان تحرير مدينة الموصل بالكامل؟ يعني دولة رئيس الوزراء وكعادته دائما يكون قريب من القطاعات الأمنية، وفي أحيان كثيرة يكون متواجدا ويزور، بعض الأحيان زيارته تكون خاطفة وكذا، لغرض أولا دعم همة القطاعات الأمنية ودعم المعنوي لها، وأنه الجميع موجود معكم وعلى رأسهم القائد العام القوات المسلحة. وأيضا للإطمئنان على سير المعارك، ويطلع كلنا يعلم أنه للقائد العام مشاكل كبيرة في البلاد، مشاكل سياسية، مشاكل كذا، وبصفته هو قائد عام القوات المسلحة أيضا هو رئيس مجلس الوزراء، أيضا في أعماله أيضا في التنسيق الدولي مع التحالف الدولي مع الوضع الدولي المرتبك، المشهد حقيقة كبير وكبير جدا، ولكن عهدنا بطيبته الواضحة وأيضا في اندفاعه في تخليص أهالينا من مدينة الموصل أنه يكون قريب. وفعلا هذه ليست زيارة غريبة من السيد القائد العام للقوات المسلحة إلى مناطق القتال. طيب بالنسبة لأهالي الجانب الأيمن، كثير منهم ما زالوا يطالبون بالخدمات، بتوفير المياه الصالحة للشرب، وإلى الآن لم توجد حلول لتلك المواضيع، برأيك ما هو الحل؟ يعني مهما قدمت من حلول لن حقيقة لن ترتقي إلى المستوى الطموح، وهي لا تتجاوز 10% من حل هذه المشاكل. نهاية المعركة أنا أعتقد هو بداية وضع النقاط على الحروف في موضوع الحلول. كثير من الوزراء للأسف يعني يعتمدون على شخصيات، بعضهم مدراء عامين وكذا، للأسف الشديد ليسوا بالمستوى المطلوب، بعضهم يذهب إلى مناطق محررة منذ مدة طويلة ويقوم بتوزيع عجلة محملة بمادة الطحين أو كذا، ولكن للأسف الشديد لا يصلوا إلى مناطق كثيرة. النزوح في مناطق من منطقة القتال، مثلا أورد مثلا منطقة اليرموك، منطقة حي الآبار، منطقة المطاحن، ومناطق حي التنك، نزحت كثير من العوائل إلى المناطق المحررة في موصل الجديدة وتل الرمان وحي الشهداء والمأمون وموصل الجديدة، لكن للأسف الشديد لو كان وصول هذه الدوائر الخدمية، واللي أقصد فيها التي تقوم بتأمين المؤن والمياه لهؤلاء الناس النازحين إلى تلك الدور، وكلنا يعلم أنه هناك صلة رحم كبيرة جدا وارتباط أسري وإنساني ما بين العوائل في رغم كل هذه الظروف الصعبة، وأنا أتكلم بمعلومات دقيقة جدا، يقوم هؤلاء الناس الذين لا يملكون قوت يمهم باحتواء الأسر النازحة من الأحياء المحررة حديثا، لكن لو وصلت ولو كان الضمير حيا لهؤلاء المدراء الذين طالبنا من السيد القائد العام للقوات المسلحة أن يرسل مدراء عامين ليكونوا بأمرة اللجنة العليا لإغاثة النازحين، لو كان هناك خطة صحيحة تقوم بتقديم الخدمات على حي تتقدم خلف القطاعات الأمنية، حقيقة لما عانى المواطن الموصلي النازح في مخيمات النزوح كثيرا، ولا أصلا ما نصل مرحلة النزوح إلى مستوى أنه هناك تنصب سرادق كبرى وتوضع فيها عشرات العوائل تنتظر إخلاء هذه الخيمة لكي يتحول هذا المواطن في تلك الخيمة، ومن ثم نبدأ في مرحلة جديدة والواسطات تأخذ دورها في الحصول على خيمة، ومن يحصل على خيمة حقيقة فرحة كبرى للمواطن الموصلي من يحصل على خيمة في هذه المخيمات. وما يعني إيش نقول يومية إذا نحكي وكذا، يقولون ما يريدون يدعمون مع معارك التحرير، وبدأت الناس تسيء إنه للأسف الشديد
اللي يقولوا ما يريدون يحررون. احنا اكثر الناس ابناء مدينه الموصل حريصين جدا على خلاص مدينتنا واهالينا من هذا التنظيم. يعني بعض الاحيان يكون بعضهم وطنيا اكثر من الوطنيه نفسها ويتهمنا سواء ابناء نواب نينوى او مجلس محافظتها او ابنائها انه يريدون يؤخرون العمليات. بالعكس، نحن نتمنى ان نخسر كل ما نملك فقط ان تتحرر مدينتنا ويخلص اهالنا من هذا التنظيم المجرم، ولكن مو معناتها المسؤولين اللي هم تابعين للوزراء فاسدين ياتون وينقلون اخبار غير صحيحه. وهذا الوزير يتبنى، للاسف الشديد هذا الوزير يتبنى رؤيه الموظف الذي ارسله هنا. وإن أردنا أن ندخل بالتفاصيل فحقيقة أستطيع أن أتكلم لك من الآن حتى الصباح عن الفساد المستشري في مخيمات النزوح وفي كثير من المسؤولين الذين أوفدوا من بغداد، ولكن ضميرهم بعضهم ولا أقول الجميع الضمير غائب. وللأسف في أنا أوصف حالة وهي مثل موجود لدينا في الموصل سابقا. كمن سائق الباص كله غرقان ويطلع الجابي اللي يجمع الاجره ويرفع بالمواطنين اللي ما دفعوا الاجره، يدور بالشط هم غرقانين ويقول هذا دافع لو ما دافع. بعض المدنيين بعض المدراء العامين اللي جو من بغداد، واقصد بالذات تحديدا وزاره التجاره وتحديدا وزارات الاخرى الموجودين، للاسف الشديد ليسوا بالمستوى المطلوب، والفساد طيب. واصل بهم مرحله ان يكذبون حتى على الوزير. طيب سيد علي، السيد نعم. الوزير انه يقوم بالتوزيع على كثير من المناطق المحرره، ولكن هؤلاء يذهبون الى مناطق محرره اكثر من صار 20 يوم او 25 يوم، نعم. والمناطق التي حررت جديدا لا يذهبوا اليها. نعم. طيب سيد علي، الم يحن الوقت بعد لتواجد النواب، نواب الموصل ونينوى في المناطق المحرره ليساعدوا الحكومه المحليه على تقديم الخدمات لاهاليهم في تلك المناطق؟ والله هذا واجب، وواجب يعني مو المفروض حين الوقت، الوقت حان منذ الساعة الأولى لبداية المعركة. وأنا هنا جميعنا مقصرين، أنا لا أقول نحن لم نقم بواجبنا، ولكن بكل وضوح هناك البعض غائب ولا ينقل الحقيقة. أنا لست نائب خدمات، بكل وضوح أتكلم عن علي المتيوتي تحديدا، لست فقط نائب خدمات، أنا صوت لنينوى وقبلها صوت للعراق. أنا في لجنة الدفاع مطلوب مني أشرع قوانين، وقوانين بعضها إذا مررت ممكن أنه تدمر أجيال كاملة. ننقل مظلوميتنا أبناء مدينة الموصل، قوانين لدينا مثل قانون المخبر السري، قانون حماية الشهود، لو لم أكن حاضراً لمرر القانون وكان به إجحافاً كبيراً جداً على أبناء مدينة الموصل، فكانت لنا لمسات كذا. إذن وجودي في لجنة الدفاع في بعض الأحيان كاستمرارية عمل مهمة جداً، ولكن وجودي مع أهلي أيضاً مهم جداً. فهنا يجب أنه نوازن بين عملنا البرلماني وعملنا في خدمة أهالينا وتواجدنا معهم. وحقيقة يعني من الصعوبة أنه تقدر تجمع ما بين هذه المسؤولية الكبرى. النزوح أنا أعتبره كشلال متدفق أكبر من حجمنا جميعا، أكبر من حجم نواب نينوى وكل حكومتها المحلية. الموضوع اللجنة العليا المشرفة على النازحين لها دور، ودور كبير جدا ومخولة بصلاحيات مطلقة من مجلس الوزراء، لكن هل دورها بنفس المستوى؟ حقيقة موجود فيها عمل. سيد الفريق باسم الطائي نقدم له التحية من هذا المنبر كذا، لكن بوضوح مدينة الموصل تستحق من اللجنة العليا همة أكثر وتواجدا أكثر، وبالذات في المناطق الساحل الأيمن المحررة حديثا. لا نريد الذهاب إلى منطقة المأمون مع اعتزازي أهلي منطقة المأمون، لكن منطقة المأمون الآن بدأوا هم يستقبلون الأهالي النازحين من هناك، نريدهم أيضا يندفعون خلف تل الرمان إلى منطقة المطاحن واليرموك والآبار واليوم إلى حي الثورة، ليش الجنود الموجودين هناك اللي يقاتلون اللجنة العليا أو منتسبيهم أو منتسبي الوزارات الخدمية هم أفضل من ذولاك الجنود؟ لو ليش يعني أنتم دا تأخذون راتب من نفس وزارة المالية كلكم تأخذون باسم الدولة العراقية؟
وكلكم المفروض تضحون مثل ما يضحي هذا المنتسب نعم. الموجود دا يقاتل واللي الآن دمه برحات يده ويتقدم ويحرر، وشفنا في تقاريركم وشفنا في أرض الواقع وفي أرض المعركة كيف يقومون بإخلاء المواطنين كذا نعم. طيب. لكن حقيقة نحتاج إلى تفعيل هذه الغيرة العراقية وإعادتها. الغيرة موجودة في قلب كل مواطن عراقي، في ضمير كل مواطن عراقي، لكن بعض الأحيان نحتاج إلى أن نستخدم التلميع نعم. الحقيقي طيب لإعادتها إلى هيبتها الحقيقية. سيدي دعنا نعم. نذهب إلى موضوع إعمار مدينة الموصل. هل لدى البرلمان خطة واضحة استراتيجية ليطرحها على الحكومة لإعادة إعمار الموصل؟ يعني حقيقة للبرلمان، البرلمان داعم، مجلس النواب العراقي داعم لخطة إعادة إعمار المناطق المحتلة من هذا التنظيم المجرم في كل المحافظات العراقية ومنها محافظة نينوى، وأنشئ صندوق إعمار المناطق المحررة بمباركة البرلمان العراقي، وأيضا فيه شخصية نزيهة نعتد بها السيد دكتور مصطفى الهيتي، وكان لنا لقاء قبل أيام معه واستبشرنا خيرا في كثير من المشاريع. أيضا هنا السيد الأمين العام لمجلس الوزراء السيد مهدي العلاق كان لنا مقابلة معه قبل فترة، واستوضحنا كثيرا عن ماهية الأمور التي ستنجز في نينوى بالقريب العاجل. أطمن أهالي في محافظة نينوى أنه هناك جسور ستعاد إلى الخدمة مباشرة، سيتم بها العمل لحظة انجلاء الموقف وانهاء الموضوع الساحل الأيمن. إذن الأعمال متكاملة، مشاريع المياه، مشاريع الكهرباء، سيد وزير الكهرباء حقيقة أنا التقيته قبل فترة مصر إصرارا، وسيد مدير الشمالية في كهرباء المهندس زيدان هناك إصرار نعم. كبير على إعادة الكهرباء لمدينة الموصل نعم. العم مدير البلديات سيد عبد القادر الكيوتي أنا وسيد عبد السلام حبه أستوضح منهم الموقف، وسيد نوف العاد أستوضح منهم الموقف أشبه يوما بيوم الجميع نعم سيد علي وصلت الفكرة، الأمور تسير باتجاه إن شاء الله يكون مرضي ولكن يحتاج وقت. أشكرك شكرا جزيلا السيد النائب علي الأنتيوتي عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام كما استمعتم الآن إلى هذه التبيانات من قبل السيد النائب علي الأنتيوتي والذي أجاب عن عدة نقاط والتي كان آخرها حول موضوع إعادة إعمار مدينة الموصل، حيث للبرلمان مشاركة استراتيجية واستشارية بهذا الموضوع وتعتبر هيئة داعمة لهذا الموضوع، موضوع صندوق إعادة إعمار الموصل الذي تم إنشاؤه برئاسة السيد علي الهيتي، وهو حاليا لبنة الأساس في هذا المشروع وفي هذا الهدف الأسمى الذي يسعى إليه جميع أبناء نينوى وأبناء العراق بشكل عام. مشاهدينا الكرام نعود إليكم بعد هذا الفاصل لنستكمل معكم بقية ما لدينا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل الآن إلى فقرة أخرى ولنتابع أيضا السيد محافظ نينوى وقائد العمليات والفرقة 16 يطلعون على إعمال أو على أعمال تأهيل مشروع ماء الأيسر الجديد، فلنتابع مع المشاهدين هذه اللقطة. تقريبا 90% انجزنا من المشروع، من مجموع 16 مضخة 13 مضخة كملنا، وهسه هذين المضخات كلهن كملن، فجففناهن كان قرقانات بالمية فتحناهن ونشفناهن
وهسع كلهن شديناها، ننتظر ان شاء الله الكهرب، ننتظر الكهرب يجينا ونشغل الوطنيه. والله ان شاء الله قبل راس الشهر يصلهم مي ان شاء الله اذا الله شاء. المشروع ما ساحل ليس الجديد. الحمد لله ما ابي شيء، الفلاتر ما ابي شيء، التوسيع ما ابي شيء، السحب اشتغلنا به هم تقريبا ان شاء الله خلص ما ظل شيء. زين تحتاجون دواء اخرى تجوا وياكم تشترون؟ والله حاليا احنا يعني استنفذنا العمل كله كامل. يعني ايش قد تتوقع يشتغل هذا المشروع؟ والله سيدي ان شاء الله اذا بس رجعت لنا الوطنيه نحن نقدر نشغل اول من نجي 60%. والله الناس كثرها العطش. ما مشكله احنا بس هسه الوطنية تيجي إن شاء الله تقريباً خلصنا. الوطنية عم يدرس من عامر ده يقول لي جاهز. وصلت هي حالياً بس 132 حول البر الشهية بس تصلها غلطية إن شاء الله يعني هم مدوا سلاح وكملوا إن شاء الله. هذا اللي يحكون عليه مال الطوارئ؟ اي مال الطوارئ هي طوارئ 70 من 100 متر. هاي محولة رافعة من 400 إلى 11 كيلو. مدير المي. يا هلا وسهلا. هلا وسهلا. هذا الخبز. بدون تجهيز هاي المحولات. أنا أحمد أمجد بالي بدل لك إياها. أستاذي اكو مشكلة بالوطنية يعني وصل بعض المشاريع مالتنا بس هذا المشروع. يعني ساهرون يعني اذا وطني ما ابداع المحولات لا ما ابداع هاي بعدين نشتغل بيها على كيفنا. احنا مو مولدات احنا محولات الوطنيه هذه احنا موعودين على اساس خلال ثلاث ايام نوصل هنا بالطيب بالرشيديه والقصور وهاي من نفس ما ممكن تعتمد على الوطن لازم عندك احتياط ما جسد ما على بس احنا نحتاجه حتى للتشغيل التجريبي شبح استاذ امك كهرباء ما يستخدمون على كريم وطن هذه وين اللي جاي على عمود مال وين المحولات استاذ يقول عندنا 100600 موجوده عايزين نحولها من عند بالمشروع بس محتاجين كرين انا شهر ترسل عندنا من ذني ميغوس اقل من هذا لا استاذي عندنا مولدات بنحولها وحده للقصور وحده للسايرون وحده لخواجه خليل لا 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 بس وحده وحده انت شو اسمك؟ مهندس قريب مهندس قريب هذه المحولة اكو عندك بديل اقل من هاي ميغوس 600 وين؟ موجودين داخل للمن هاي ما لاحظ موجودين هاي داخل المشروع مو جابوا الدواء اي جابوا جابوا الاثنين عادي كم واحد؟ كم واحد؟ حاليا حاليا جاهزه بس كريت انه بدي اليوم هنا قائد العمليات موجود قائد الفور وعم يركن عبد الله عامر عميد عامر هن وين بالضبط؟ هنا هذه هنا ما ادري هين وين يعني هسه المخزن مخزن المشروع مشروع قسمين صح؟ لا مخزن المشروع هنا المشروع بعد في مساحه نعم يعني المشروع الجديد هذا التحليلي لا 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 بس اسمعني يا دوري بس انطونا صراحه فوتونا الاليات هسه عامر اللواء موجود ما يخالف عزك يا والله ما ادري حصل بلاصه عندكم على مود موافقه الاجهزه الامنيه كان رحت عيني طلع مخرج سياره واحده وياهم من يطلعوا الكرين حتى هاي موجود بس باشر طلع وياك مفرزه ان شاء الله تمشي ويا الكرين وتجيبك للواء داخل اللواء هو يشرف عليك اللواء جبت انت قلت لنا عميد عبد الله راح يضل عندكم جاء عميد عبد الله الرجال يعني واخذ تليفونكم واخذتوا تليفونه لما عندكم مشكله ليش ما خبرت؟ استاذي خابرنا عميد عبد الله والله وسهل لنا الامر وصلنا للحشد حشد مخلوق تعال ليش ما خابرتني؟ خابر استاذي عميد عبد الله مرتين يمكن لا لا من وقف من الحشد وقف خابرت عميد عبد الله
حولونا على فلان وعلى فلان. لا 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 حتى خابر استاذي خابر ابو جعفر الشبك. خلي يسولف. انا باكر اطلع لك قوه وياك وصلك للواء هنا اللواء الثالث بداخل هذا العمل اللواء يشرف. ماشي. اما الكرين علي انا وصلت. استاذي باكر يم محطه السكر مال كهرباء. نعم. عندنا هم محوله هناك واخر القوه تكون يحول المحوله تجيب. اذا جبناها هنا المحولات نقول سبعه. سته موجوده. سته يعني نقول واحده بس سكر. استاذي مال كهرباء هاي مال كهرباء الرئيسيه مو مال على الجوا على من هاي. لا لا مو من هذا استاذي مال مثل ذن ايش قد عندك؟ سته يعني. سته جبناها اسمعون جبناها ونصبناها هنا ايش قد يطول تنصيبهن وايش قد يطول تشغيل؟ سمينا اسبوع 10 ايام. ليش؟ يعني عندك كابلات معروفه تتبدل كابلات وربط وضغط عالي وضغط واطي. زين وجبت لكم مهندس احمد امجد. احنا اشتغل اشتغل اخوي ضحك علي. لا انا ولا انت يصير قلنا يصير عمل مشترك. جاء لك احمد امجد النوب وفريق بس تجي المحاولات يجيني يربطنا على الضغط العالي هو. نعم استاذ. وين ارقامك استاذ؟ رجعت لقيناها ربطناها هسه اشتغل بيها اسالك بيها. يعني هسه قاعد تشتغل؟ نعم. اي جاي نشتغل. عماد فكتور جاب لكم 10000 لتر. سادي انا جبت 8000 والرجل قال لي فاحنا تنكرنا راح جاب 8000 ونزلناه ما عندنا مشكله بالغاز ما عندنا مشكله بالغاز. كم ولده تشتغل من ذني هسه حاليا وحده سلكوها الجماعه رجعنا شو اسمه العقول مالتها لان هاي عقولها دقيقه جدا ما بسوالف تربط رجع لان قطعت تطيع قطعوها قال لك الطبقات زين هاي وحده كملناها البقيه سادي مولده مو عملي لازم يجي وطني والله ما يصل مي للناس يعني ما تقدر تشغل اكثر بالزايد ليش يعني فرد نقاش عقيم خلي احتياطنا الوطني ما يجي هو احنا لازم نشتغل استاذ لازم نشتغل احنا اربع ساعات والا ما يصير لازم نشتغلها بس الوطني هذا المشروع هو يغذي 60% اذا ما وطني ايش قد يحتاج كيبلات؟ خبر احمد امجد قول باكر رجل الفريق مالك يا ابو حمد اشتي تقوى عشان نطلعها لك اشتي تقوى عشان نطلعها وياك احنا حاضر الله يسلمك تريد نبيتها يمك للتاكيد اجتماع اللجنه الامنيه الدوائر الخدميه حتى لا بالليل بس المهم مش بعد ما الله يعاونكم تشتغلوا لي يمك بس انتوا اشتغلوا ليل ولا تقول تشتغلوا بالنهار والله سالي بالليل مو كلهم يظلون برا اكو بيهم يبعثون بالليل وين استاذ ابو استاذ هو اللي بدنا نحتاجه الوقت اللي نحتاج مبيد بده يبعثون يعني الوقت اللي نشوف مطور مثلا يراد له اكبر وقت حتى ينشف خليه اثنين يبعثون 48 ساعه نشكر السيد المحافظ وقائد العمليات على زياره المشروع ما الايسر الجديد القبه مشروع الايسر الجديد يغذي تقريبا نسبه 60% من الجانب الايسر حاليا نحن في اعمال التاهيل ووصلت اعمال التاهيل الى مراحل متقدمه ان شاء الله الاسبوع المقبل نباشر باعمال التشغيل التجريبي. مشاهدينا الكرام كما تابعنا وإياكم في هذه الجولة والتي تظهر مدى اهتمام القيادة العسكرية والقيادة المدنية في محافظة نينوى بإعادة تأهيل مشروع ماء الأيسر الجديد والذي سيعتبر مصدر حياة لأهالي الموصل الذين فقدوا أغلب إن لم نقل كل البنى التحتية التي تحتاجها المحافظة والتي باتت الآن بأمس الحاجة إليها. مشاهدينا الآن نستضيف عبر الهاتف السيد نوفل السلطان محافظ نينوى. سيادة المحافظ أرحب بكم بداية في استديو الموصلية والسؤال عودة الماء والكهرباء لعدد من مناطق الجانب الأيسر في الموصل بوادر لعودة الحياة للموصل بماذا تبشرون أهالي نينوى والموصل بأكثر من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية لك ولكل مشاهدين الموصلية الموقرة مساء الخير الحقيقة مع كل تحرير كل منطقة بدأت تواجد الحكومة المحلية بإعادة الخدمات ابتداء من مشاريع المياه
ومن ثم الكهرباء. الحقيقة في الجانب الأيسر تم تشغيل وتأهيل مشروع الساهرون، وكذلك الرشيدية والقصور. يوم أمس كان في ساعة متأخرة من الليل تواجدنا لغرض تشغيل المشروع، لكن للأسف كان هناك حصل عطل كهربائي في منطقة الحمدانية. حاليا يتم تصليح هذا العطل، وإن شاء الله هذه البشرة لأهالي محافظة نينوى في الجانب الأيسر، كون مشروع القبة يغطي ما يقارب أكثر من 60% من أحياء مدينة الموصل في الساحل الأيسر. وبذلك إن شاء الله اليوم إذا شاء رب العالمين أن يتم تشغيل هذا المشروع، وبذلك يقضي على شحة المياه في الساحل الأيسر. أيضا العمليات العسكرية للساحل الأيمن مستمرة، وبنفس الوقت تواجد الحكومة المحلية لتأهيل مشاريع المياه، وكذلك رفع الأنقاض ومخلفات الحرب، تصليح الكسور. حصل التوجه أن يكون الإسراع بعملية إعادة البنى التحتية في الأيسر. العمل يستمر ليلا ونهار لغرض الإسراع والانتقال إلى الساحل الأيمن، والمباشرة بتصليح الكسورات والمجاري والتنظيف. بالإضافة إلى يوم السبت سوف تكون هناك حملة واسعة للساحل الأيسر لغرض إدامة عملية التنظيف في الأحياء ورفع النفايات والمخلفات وتصليح الجزرات الوسطية والحدائق خلال فترة شهر من 19 لغاية 19/5. تم وضع خطة مع الأخوان مدير البلدية ومدراء القطاعات لغرض جعل نينوى أبهى وأحلى. وبنفس الوقت سوف تكلف مديرية بلديات نينوى للجانب الأيمن أيضا بنفس الوتيرة والعمل في الساحل الأيسر لغرض الإسراع بإعادة الحياة إلى مدينة نينوى، ناهيك عن الجهد المبذول من قبل دائرة الكهرباء وإيصال التيار الكهربائي لمحافظة نينوى، حيث محافظة نينوى تحتاج ما لا يقل عن 2.5 ميجا. المتوفر لدى محافظة نينوى حاليا هو 880 ميجا من كهرباء الغازية من محطة الكهرباء الغازية، و20 ميجا من السد. هذا الفرق الكبير. تم تشكيل لجنة البحث عن الطاقة بالتعاون مع ديوان المحافظة وكذلك المدراء العامون، وبتوجيه من معالي وزير الكهرباء لتخويل هذه اللجنة للبحث عن الطاقة. شكري وتقديري لمعالي وزير الكهرباء لحضوره واستجابته لدعوة الحكومة المحلية وإيصال التيار الكهربائي في ساعات متأخرة من الليل. من الاتفاق المبدئي سوف يكون هناك اتفاق مع محطة كهرباء في خور مالة العائدة إلى شركة كار لتوفير ما لا يقل عن 350 ميجا، وكذلك من قيوان محطة سعد أيضا 350 ميجا، مع ما يقارب سوف يتم تأهيل ما يقارب 1000. هناك مباحثات مع شركة إيفرستون البريطانية لتوريد ما لا يقل عن 250 ميجا أيضا، وبذلك يكون توفير الطاقة في محافظة نينوى أحسن وأفضل من السنوات ما قبل 10/6/2014. شكري وتقديري لكافة الإخوان في الحكومة المحلية ابتداء من
السيد رئيس المجلس والإخوان الأعضاء، السادة النواب المحافظ، المعاونين، رؤساء الدوائر والعاملين والمنظفين، ما قاموا بعمل جبار لجعل الساحل الأيسر بدت الحياة تسري به من خلال الحياة والحركة الطبيعية، لكن من خلال قناة الموصلية عملية تسليم الرواتب هي المعضلة للعوائل من أصحاب الدخل المحدود وخاصة التربية والصحة ووقية قسم من الدوائر. نعم. هناك تعاون مع قسم من الوزارات أصحاب المعالي، تم صرف رواتب الادخار وكذلك الرواتب من تاريخ المباشرة، لكن مع الأسف هناك قسم من الوزارات لم تصرف لحد الآن رواتب المباشرين وليس الادخار، وهذا سبب هذه كلمة التصريح الأمني، وهي تعتبر عرقلة لتسليم الرواتب. أطلب من دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية وفخامة رئيس البرلمان للتدخل الشخصي وإلغاء التصريح الأمني، لكون جميع دوائر الدولة بعد تسليم أسماء الموظفين هناك من الدوائر لا يوجد أي مؤشر على كل الموظفين الذين قدموا أسماءهم، ولا يوجد مؤشر أمني. نعم. وكذلك لحد الآن باستثناء 4 أسماء من مجموع 700 طلب، 700 اسم تم تقديمها إلى الأمن الوطني، وهذا ليس بمؤشر أن يتم حجب حق مكتسب بالقانون للموظفين استنادا واعتمادا على معلومات لحد الآن لم تدقق. نعم. ويحجب الرواتب لمدة أكثر من سنتين. اللي نرجو إطلاق الرواتب بشكل عام لكل الموظفين، ومن ثم يبدأ التدقيق على كل الموظفين ولديهم مؤشرات أمنية يتم إحالته إلى القضاء. فقط هي هاي المشكلة اللي موجودة لدى موظفين محافظة نينوى. نعم. طيب سيادة المحافظ، زيارة رئيس الوزراء للجانب الأيمن، التساؤل المثار حول هذه الزيارة كثير وتفقده للقطاعات العسكرية، ماذا تعني في هذا الظرف الراهن؟ أولاً هذه زيارة يعني إحنا نتشرف دائماً بزيارة أي مسؤول وخاصة دولة رئيس الوزراء، باعتبار القائد العام للقوات المسلحة زيارته دعم ودافع معنوي لكافة القادة والمنتسبين والضباط نحو شحن الهمم والعزيمة للقتال الأكثر ضراوة وشراسة لتحرير المدينة من براثن داعش، وغرس الرمح في آخر معقل من معاقل داعش في محافظة نينوى. حال الإكمال الانتصارات سوف يكون هناك مهرجان في منطقة النبيونس في قرب الجامع تقيمه الحكومة المحلية، ورفع راية الله أكبر على سارية بارتفاع 50 متر وبحضور كافة السادة المحررين، وسوف يكون هناك تقديم أوسمة ودروع. نعم. و يعني وشكر وتقدير لكل من ساهم بعملية تحرير نينوى وعودتها إلى عاصمتها بغداد. نعم. طيب نعم سيد المحافظ، الآن موظفو نينوى استمعنا إلى حل مشكلتهم الآن أو تباحث حل مشكلتهم، لكن محافظة نينوى بشكل عام الآن هي بحاجة لمشاريع كبرى عملاقة في الطاقة، في الماء، في الكهرباء، يعني هل لديكم أو لدى الحكومة خطط لمثل هذه المشاريع بالتعاون مع المجتمع الدولي؟ الحقيقة وصلت للحكومة المركزية أول دفعة من المنحة الألمانية اللي بالغ 500 مليون يورو لمحافظة صلاح الدين والأنبار وديالة ونينوى. كانت حصة نينوى آلية
استلام مبالغ هو إنجاز إكمال إنجاز المشاريع لتنمية الأقاليم التي لم يتم إنجازها وتوقف العمل بها. أيضا صندوق الإعمار العمل متواصل، كذلك منظمة الأمم المتحدة UNDP تم تسليمهم ما يقارب 200 مشروع سوف تتم المباشرة حال إكمال إجراءاتهم. الحكومة المحلية باشرت بإعادة أول جسر تم تدميره هو جسر الخازر، وسوف يتم افتتاحه بالأيام القليلة المقبلة، وهذا يعتبر مفخرة لحكومة نينوى أن يتم إعادة بناء وتأهيل هذا الجسر. الكشوفات لمعظم الجسور سوف تكون في مقدمة والأولويات. جميع المشاريع والبنى التحتية هي من الأمور الأساسية ومن المقومات لإعادة الاستقرار، لكن بالدرجة الأساس هو الماء، الكهرباء والصحة، وبتتابع العمل مستمر وفق آلية وخطة لتغيير محافظة نينوى وجعلها منافسة لمحافظة أربيل من حيث الأمن والنظافة وتأهيل البنى التحتية. سوف يكون هناك تغير جذري لمحافظة نينوى بكل المجالات. طيب سيادة المحافظ، أخيرا، أهالي نينوى يريدون فتح محالهم التجارية، المحال في خصوصا في الجانب الأيسر نحن نتحدث، خصوصا بعد استقرار واستتباب الوضع الأمني هناك، يعني ألا يوجد حل لهذا الموضوع؟ ألا ينظر فيه من قبل المحافظة؟ أولا لا يوجد أي مانع من فتح المحلات والأسواق والمحلات التجارية لعموم المحافظة، وأعتقد الحياة تسير بشكل طبيعي. الجانب الأمني مستتب، هناك اجتماعات للجنة الأمنية العليا يحضرها السيد الأخ اللواء نجم الجبوري قائد عمليات تحرير نينوى، وكذلك اللواء الركن جبار الدراج قائد الفرقة 16. يعني عفوا سيد المحافظ، للتوضيح أنا سؤالي كان أنه فتح محالهم التجارية لساعات متأخرة من الليل. ساعات متأخرة من الليل. لا يوجد منع تجوال ولا توجد سيطرة من جهة أمنية واحدة ولا توجد مفرزة من جهة أمنية واحدة ولا توجد مداهمة من قبل جهة أمنية واحدة، وخاصة في المداهمات الليلية، وإنما المداهمات يجب أن تكون مفارز مشتركة، وبخلافه يعتبرون عمليات سطو مسلح مستغلين مناصبهم. أدعو كافة المواطنين إذا كانت هناك مداهمة من جهة أمنية واحدة الاتصال على الأرقام، ثلاثة أرقام المعممة، لدى قيادة عمليات نينوى مباشرة يتم اتخاذ إجراءات قانونية. تم توجيه من قبل رئيس اللجنة الأمنية العليا لعرض كافة الجرائم التي تحصل في محافظة نينوى على شاشة قناة الموصلية الموقرة، لتكون عبرة لكل من تسول نفسه أن يرتكب جريمة سرقة أو سطو مسلح أو انتحار صفة. هذا بتدقيق البيانات نلاحظ قلة ارتكاب الجرائم في الساحل الأيسر واستتباب الأمن. لا يوجد ما يمنع فتح المحلات التجارية. أنا أدعو أهالي محافظة نينوى ومن أصحاب المحلات والأسواق أن يتم فتح أسواقهم لساعات متأخرة من الليل. نعم، أشكرك حقيقة السيد نوفل سلطان محافظ نينوى على هذه الإجابات والإيضاحات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، كما استمعنا وإياكم إلى السيد نوفل السلطان محافظ نينوى، كان معنا عبر الهاتف وأجاب حول عدة نقاط أثارها المواطنون وأهالي نينوى وأهالي الموصل بشكل خاص.
نبدأ بالموضوع الأخير الذي انتهينا منه، وهو موضوع فتح المحال لأوقات متأخرة وساعات متأخرة من الليل، حيث ذكر وصرح المحافظ بأنه لا يوجد مانع هنالك، لا قانوني ولا أمني ولا غير ذلك، يمنع المواطنين من فتح محالهم التجارية لساعات متأخرة من الليل، وأيضا لا يوجد هنالك أحد لديه صلاحيات بالمداهمة أو غير ذلك إلا بالفرق الثلاثة التي تأتي برفقة المحافظة، محافظة نينوى وغير ذلك، يعتبر غير شرعيا وغير قانوني. بخصوص المشاريع التي تم افتتاحها التي ذكرناها، موضوع الماء الذي كان تحت إشراف أيضا محافظة نينوى في الجانب الأيسر، وذكر أيضا أن هنالك جهود مستمرة من ضمنها المنحة التي وصلت من ألمانيا لعدة محافظات في العراق من ضمنها نينوى، وقد تم تسليم الدفعة الأولى منها، ولكن الأهم يبقى هو موضوع الكهرباء والماء والتي هي عصب الحياة، والتي يتوفر من أصل 2200 ميجاوات لمدينة الموصل، يتوفر منها 800 حاليا، وهذا يعتبر أقل من النصف، والعمل يجري لتوفير الماء والكهرباء، وهذه حقيقة تنصب معظم مطالب أهالي نينوى والموصل حول مطلب المياه والكهرباء، والتي نرجو من الجميع أن يساهم بمزيد من الجهد لإعادتها بشكل كامل إلى مدينة الموصل. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل، نعود إليكم بعده، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في القسم الثاني من حلقتنا، ومن الساعة الثانية لهذا اليوم ننتقل الآن إلى الشق الآخر والمحور الآخر، وهو معلمو نينوى المباشرون ينظمون وقفة احتجاجية في أيسر الموصل لعدم صرف رواتبهم، فلنتابع معا مشاهدينا الكرام هذه الوقفة الاحتجاجية. انا صار لي 10 ايام انا اشتغل على هاي القوائم من هذيك التربيه وما حد ما جاء، زين من اليوم من هالساعه ومن هالدقيقه، والله اذا احد من المعلمين باعتباره، مع احتراماتي لكل الكادر التدريسي، اخي ما عدنا ناكل، كافي تعبنا، كافي يا اخي، هاي 5 اشهر اللي مريض اللي مصوب بس دهق علي ايديا، اطلع اشتغل صبار من بعد الدوام، اطلع اشتغل صبار، كافي تعبنا يا اخي، تعبنا والله تعبنا. المباشرين في يوم 12 تحديدا، وخمسة استاذ جماعه 12 تحديدا، ما طلع منهم ولا اسم، خمسه اسمح لي، 5 12 طلع العدد القليل، 5 12 طلع منهم العدد القليل، بما معنى شهر 12 وقع عليهم حيف كبير، اذا هم استاذ مباشرين شهر 11 طلعت، إذا هم رزموا الأسماء ودزوها إلى بغداد، جماعة 11 طلعت كاملة جزاهم الله خير، زين هي هل وجبة تباعا تأتي؟ طبعا جماعة 12 على حسب قولهم بالممثلية بأنه أيضا كملوها ودزوها إلى بغداد، زين وين الفرق صار؟ زين إذا 12 عبروها، جماعة الواحد طلعوا والاثنين طلعوا، مباشرين اسمحوا لي، مباشرين شهر الثالث، مباشرين اسمح لي، مباشرين شهر الثالث أيضا طلعت، زين شنو هذا؟ احنا نريد شخص يفسر لنا هذا التلكؤ او هذا السبب، يعني شلون جماعه شهر 12 وينهم؟ يعني اسماء بالالاف، الاف مؤلفه، وين؟ احنا في جوج جلي بالمباشره اللي رحنا، طبعا صار شهر 12 على منطقتين جوج جلي والسماء، جوج جلي كان عدد اللي مباشرين بالمئات وكملوها بالسماء، صار العدد بالالاف، زين هاي الالاف وينها؟ احنا اللي نطالب مدير التربيه اللي هو مسؤول عننا وعن الموظفين مالته ايضا، اللي يريد منه
يا اما يطلع يوضح لنا يقول اسماءكم ضاعت تعالوا سووا اسماءكم بكتاب ندزه كتاب مستعجل حالكم حال الصحه او يطلع يقول لنا اسماءكم موجوده ببغداد او مثلا بالامن الوطني وراح نسوي بها كتاب مستعجل احنا ولا يوم انا خليه يحكون عليه مدرسين انا بالنسبه لي ولا يوم ما اضربت وجماعتي كذلك وفتحنا المدارس والله نظفناها بيدينا والمدرسات نظفوها بيديهم انت تعرف انت العفو انت تعرف انا من الناس حالي حال الكثيرين انا هذا الشهر الثالث على التوالي قاطع خط الاشتراك مال مولده ما عندي ايش ساحب خط من اهلي احنا اصحاب عوائل نريد حقنا ما نريد شيء زايد لا نطالب هو مسه بالمدخره نطالب بحقوقنا والمدخره الى حين ما يحلوها ما يلعب الممثليه مال دهوك هذا امر الاداري والمباشره لأول مرة ب 871 في 10/1/2017 أمر التكليف والتثبيت على الميلاد العدد 1101 في 12/1/2017 تسلسلي 764 بشرى حازم جاسم يعني إحنا طلع اسمنا بالممثلية إيش معنى تصريح الأمني منا ما جاء أختي طلع اسمها بالتصريح الأمني وما جاء الأخ طلع اسمه وما جاء معلمين مدرسة الشهيد نمير طلع اسمها بالتصريح الأمني وإحنا كلتنا ما جاء شهيد نمير نور الدين أيانه 12/1/2017 صدر أمر إداري بين أيام 5/12 مباشرتنا الأمر الإداري صدر 13/12 أيان اسمي أمر إداري ورقم القائمة ورقم الكتاب ومباشرة وين اسمنا 5/12 احنا وحدة بالتركترات وحنا بالتركترات القناصة على غاسنا مباشرة ولسه اسمنا ماجس كفي احنا 3 سنوات بدون رواتب واللي بيوتنا وقعت واللي زواجنا قاعدين بلد ما يصير هاي كلها اللي باشر الشهر الرابع تطلع اسامينا واحنا من مباشره الشهر 12 احنا ما طلعنا، يوم اللي رحتوا باشرتوا بالله سبحنا بالوحل وبالمايات ركبنا تراكترات في سبيل الراتب لقيت الشهر الرابع يطلع اسمه واحنا اللي بال 12 ما طلع اسامينا، وين العداله؟ احنا اللي باشرنا بشهر ال 12 وشهر الواحد رحنا الجوك جلي هاونات طيارات مسيره مال داعش صعدنا بتراكترات مطر طين كله الخاطر قوت عائلتنا رحنا سجلنا مباشرة اتفاجئنا الوجبة الأولى اللي طلعت بعض أسامي شهر ال 11 احنا مستمرين بالدوام قلنا على مود لأن اوتوماتيكيا شهر الوجبة الثانية شهر ال 12 جت الوجبة الثانية ولأنها بالطامة الكبرى المباشر بشهر الواحد طلع اسمه والمباشر بشهر الثاني طلع اسمه وقسم من الباشر بشهر الثالث واحنا بشهر ال 12 هذه اخوان رجاء احنا انا احكي عن الكل انا احنا كنا ثلاث سنين حجية الله يرحم والديك ما ظل عندنا حاجة قيمة بالبيت حتى نبيعها حتى نعيش احنا وعوائلنا لا ذهب لا يعني اكو بعض المدرسين والله العظيم قنان الغاز باعوها تجمع هذا اليوم معلمي ومدرسي وموظفي ملاك تربية نينوى ليتساءلوا بصراحة عن سبب عدم ظهور أسماءهم ضمن قوائم موافقات الأمن الوطني لغرض صرف رواتبهم علما أن هؤلاء الذين تجمعوا جميعا باشروا في الفترة ما بين 5/12 لغاية 16/1 الذي أثار المشكلة أن الذين باشروا في شهر الثالث والثاني ظهرت أسماءهم ولم تظهر أسماء هؤلاء الذين باشروا في شهر 12 والشهر الواحد هنا نطلب من إدارة التربية الظهور على إحدى القنوات لتوضيح هذا الخلل لماذا هذا الخلل نتمنى عليهم أن يظهروا ويجاوبون هذا الجمع كله والمعلمين والمدرسين الذين مضى عليهم أكثر من 5 أشهر وهم يعملون بجد والتحقوا بمدارسهم ويقومون بالتدريس ولم تظهر أسماءهم نتمنى عليهم يطلعون يشرحون سبب هذا الخلل مشاهدينا بعد أن تابعنا مع الوقفة الاحتجاجية التي قام بها المعلمون في الموصل لعدم صرف الرواتب والذين أوصلوا صوتهم إلى المسؤولين عنهم ونأمل أن تحل هذه المشكلة بأسرع وقت وخصوصا كل ما يتعلق بموضوع الرواتب لأن الحقيقة هذا الموضوع هو موضوع حياة موضوع معيشة موضوع طعام وشراب ونأمل من الجهات المختصة أن تقوم بحل موضوعهم بأسرع وقت مشاهدينا ننتقل لنتابع معا جولة تقوم بها الموصلية وذلك في عدد من شوارع الجانب الأيسر من الموصل وترصد عودة التيار الكهربائي إلى المدينة
عودة تيار الكهرباء إلى شوارع الموصل مرة أخرى؟ والله نعمة من الله، نعمة من الله عادت الكهرباء، وإن شاء الله الوضع للأحسن والأحسن والأحسن بفضل جهود أهل الكهرباء والقوات الأمنية، والحمد لله مرتاحين ألف الحمد لله. يعني قبل هاي الأوضاع كنا على يد هذوك الناس اللي ما عندهم رحم لا كهرب ولا ماي وتعب ومجاعة، وجينا الحمد لله أسع الوضع تدريجيا أحسن وأحسن. يا منطقة يا سحالي؟ يعني من الجانب الأيمن. من الجانب الأيمن، يعني سحالي إحنا وين واقفين؟ بالجانب الأيسر الحمد لله. يا منطقة؟ منطقة المثنى. يعني شلون الكهرباء جتكم اليوم كهرباء؟ والله جتنا من العصر لحد الآن، يعني الحمد لله ما انطفت. نعم. وإن شاء الله على استمرار بجهود أهل الكهرباء اللي يشتغلون ليل ونهار بيها ما قصروا إن شاء الله، ورايتهم بيضة اشتغلوا لنا بالكهرباء وحسنوا لنا هو. وألف شكر ألف شكر كل من سعى العمارة لهذه المدينة من القوات الأمنية إلى حد أصغر موظف، نشكرهم كلهم، نشكر قناة الموصلية على هذا المجهود اللي عاد تبذلوا يوميا ليل ونهار في تغطية أوضاع الموصل. عودة الكهرباء لشوارع الموصل مرة أخرى، طبعا تشوف أنت الإنارة اللي موجودة في الشارع، عاشت إيدكم إن شاء الله. نعم عاشت إيدكم. زين شو تقول جماعة الكهرباء اللي عاشت إيدهم إن شاء الله، رجعت الحياة إن شاء الله. نعم عاشت إيدكم. شكرا جزيلا لك. الكهرباء لشوارع الموصل مكيفين بيها. أي والله، ومتونسين يعني ما شاء الله، والإنارة فول، يعني رجعت الحياة الطبيعية للجانب الأيسر. نشكركم، نشكر الحكومة. اي جا اي جا بقوق جلي بالجزائر جا همينا الوطني. شو تقول جماعة الكهرباء؟ احنا نشكرهم جدا على جهودهم المبذولة هذه. نعم شكرا جزيلا. رايك بعودة الكهرباء الى شوارع الموصل؟ والله الحمد لله والشكر. اول شيء ان شاء الله مبارك بجهودكم الخيرة، وبكل من ساهم ان شاء الله بالارجاع النور على هالبلد هذا ان شاء الله. ويعني انت تعرف حياة بلا كهرباء ما تستمر، ما تمام، خاصة السوق ما اعرف شنو، حتى بالبيوت ما تمام. شو الجوانب الايجابية لعودة الكهرباء؟ والله ما شاء الله حتى العالم يعني حسه مثل ما يقول يعني كثرت، وجاي مثل ما يقول تسوق، مثل ما يقول ما 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 ماكو اي قصور ان شاء الله. والله اخوي اهم شيء الكهرباء ضرورية بالحياة، يعني تأثر اهم شيء هو الانارة بالسوق، خاصة يعني اذا انارة ما اكو اكيد شغل ما اكو، اهم شيء انارة. والله رجال الكهرباء يعني ممنونين منهم، يعني نلاحظ جهودهم. والدهم طبعا والدي بالكهرباء، يعني ما شاء الله جهودهم مبذوله، ونلاحظ جهودهم مبذوله، خاصه يعني اول بيحة جمعه تقريبا قبل يومين ثلاثه حتى نهار استراحه ما شاء الله يعني يشتغلون. يعني بالبيوت ايضا وبالمحلات ايضا عندكم كهرباء؟ ايه بالبيوت، ما اليوم بالسعديه من المثنى جاء تقريبا الكهرباء ساعتين. سالم المثنى وبسوق النبي هم جاء ساعتين الوطني. فهم يعني شوية شوية ترجع الحياة إن شاء الله بجهودنا وبجهودكم. والله حاليا احنا في منطقة الجزائر، يعني الإنارة جيدة جدا. نعم. والإنارة مضيئة في الشوارع. نعم. كما ترى. نعم. ونشكر السيد المحافظ. نعم. على توفير الطاقة الكهربائية، ونحن نشكر جهود الأجهزة الأمنية ورجال الكهرباء عام. نعم. وأيضا تتمنى، كيف تتمنى أن الكهرباء يعود لك مثلا المحال أو للبيت؟ والله نتمنى العالم ترجع لبيوتها. نعم. وفضل الجهود الأمنية عام.
مرة أخرى نشاهد عودة الحياة الطبيعية وعودة الكهرباء إلى شوارع مدينة الموصل، والتي تبشر بعودة الحياة للمدينة بكاملها وبتحريرها الكامل المرتقب بإذن الله عز وجل. ننتقل الآن مشاهدينا لنتابع فيما يخص موضوع الحماية الاجتماعية والرواتب. فإن معاون مدير قسم الحماية الاجتماعية في نينوى يدعو المستفيدين من رواتب الرعاية لتحديث بياناتهم. احنا في تاريخ 12 اذار 2017 بدأنا بتحديث البيانات للمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية، حيث تم إكمال المعاملات، ومثل ما تشاهدون حاليا نستقبل المتفرقة منهم. بخصوص تحديث البيانات، أطالب أخواني المستفيدين من الإعانة الذين لم يراجعوا قسمنا إلى حد الآن المراجعة بأسرع ما يمكن، لأنه سيتم خلال الأيام القادمة المسح الميداني، والذين أنجزوا المعاملات ونوصيهم بعدم غلق الموبايلات، لأنه سيتم زيارة الباحث الاجتماعي لإطلاق إعاناتهم. طيب، يعني أنتم حسب ما قلتم مقبلين على يعني أخبار جيدة من بغداد، يعني الرواتب لحد الآن هل تم توزيعها أم لم يتم توزيع أي راتب للرعاية؟ بالنسبة للمستفيدين الذين تم إيقاف الإعانة عنهم، حاليا لم يتم توزيع الإعانات إلا بعد زيارة الباحث الاجتماعي. حاليا يعني أنتم من يوم 12 أي تاريخ أنتم كان عندكم؟ 12/3 نعم. يعني من هذا التاريخ هل تم توزيع إعانات للمستفيدين؟ لا، لم يتم توزيع أي إعانة إلا بعد زيارة البحث الباحث الاجتماعي. لمن زيارة؟ للمستفيدين. للوقوف على مستحقي الإعانة فعلا. طيب، تقدر تقول لي أعداد المستفيدين إيش قد؟ إلى حد اليوم استقبلنا 12500 معاملة. إلى حد اليوم. طيب، المعاملات المكتملة يعني تقريبا مش قد؟ هو هذا العدد، المعاملات المكتملة 12500. يعني نعم. أكو معاملات غير منجزة، يعني كم عددها؟ ما عدها غير منجزة، المعاملات أغلبها منجزة بانتظار بس المسح الميداني إن شاء الله. زين، المسح الميداني ايش قد يطول؟ يعني هنالك معاملات مثلا في الجانب الأيسر في عموم مناطق الموصل. نعم. كيف راح تقدرون راح تطولون بهالمسألة؟ ايش قد أيام، ممكن شهور؟ كيف راح تقدرون تصلون إلى خلال أيام إن شاء الله؟ شلون؟ خلال الأيام القادمة القليلة ويوجد فريق عمل إن شاء الله كامل. ملاك عندنا ذات خبرة واسعة بهذا المجال، وإن شاء الله بأسرع وقت نحاول إطلاق إعانة المستفيدين من العائلة الاجتماعية. كيف معرفة عنوان المستفيد؟ من خلال مراجعة المستفيد يتم ملء استمارة تحتوي على العنوان السابق، العنوان الحالي، أقرب نقطة دالة، إضافة إلى رقم الموبايل. فعن طريق هذه المعلومات نوصل للمستفيد. الأولويات لمن؟ يعني أنتوا الأولويات، يعني يجيكم المعوق له الأولويات، له لمن الأولويات؟ الأولويات المعوقين الشيخوخة، إضافة إلى خط الفقر اللي تحدده وزارة التخطيط. زين، هذه المعاملات آخر معاملة تستلمونها متى؟ حاليا مفتوح الوقت، ما عندنا وقت محدد لعدم استقبال المستفيدين. زين، تقدر ايش وقت تكملون المسح الميداني؟ المسح الميداني قريب، يعني قريب ان شاء الله، واقرب ما يتوقع المواطن، يعني ان شاء الله المسح الميداني راح يكون باسرع ما يتوقع المواطن. زين، من وقت بعد المسح الميداني ايش راح يصير؟ يعني وين تصير المعاملات بعد المسح الميداني؟ ارفعها الى وزارة التخطيط لتحديد خط الفقر والوقوف على مستحقي الإعانة من لا يستحق. يعني وكم راح يطول عليهم يسلمون الرواتب؟ ما ولا فتره؟ فتره قليله ان شاء الله. ان شاء الله خلال الوجبات، يعني وجبات. نعم. طيب، عندك كلمه اخيره تقولها توجهها الى بس اوصي المستفيدين من الاعانه اللي لم يراجعوا لحد الان مراجعه القسم باسرع وقت لتحديث بياناته.
مشاهدينا، قبل أن أعود لأتحدث إليكم من جديد، ننوه إلى أننا نستقبل اتصالاتكم الآن على الرقم الموجود على الشاشة، وبداية من هذه الفترة حتى آخر البرنامج المجال مفتوح للجميع ليشارك برأيه فيما استعرضناه لكم من مواضيع في هذه الحلقة ولهذا اليوم. إذن مشاهدينا الكرام، نعود إلى موضوع الخدمات في نينوى، وبداية نذكركم بأهم المحاور التي تحدثنا حولها، والتي أفضل من الجميع أن يكون الحديث محصورا حولها والتعليق عليها. أولا، موضوع زيارة العبادي لتفقد القطاعات العسكرية وسير معارك تحرير أيمن الموصل في خطوة مفاجئة. ثانيا، الجانب الآخر والشق الآخر من حلقتنا لهذا اليوم، والذي كان متعلقا بموضوع معلمي نينوى والوقفة الاحتجاجية التي قاموا بتنظيمها، وذلك احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. إذن مشاهدينا الكرام، ريثما نستقبل المداخلة الأولى، نذكركم بأن كان لدينا اتصال بالسيد نوفل السلطان محافظ نينوى، تحدث في هذا الاتصال حول عدة مواضيع، عدة نقاط طرحها كثير من المواطنين، تساءلوا عنها، ربما رفعوا لها طلبات. الموضوع الأول كان حول إعادة أو السماح بافتتاح المحال التجارية حتى ساعة متأخرة من الليل، وهو ما أكد أنه حق مشروع للجميع، أن يفتح محله التجاري في الليل أو في النهار، وأن الوضع الأمني في الجانب الأيسر مستتب بشكل كامل، وقد اتخذت عدة خطوات. أولا، لضمان أمن المواطن. ثانيا، لضمان حماية المواطن لعدم ابتزازه من أي جهة كانت، وأنه لا مداهمات لا تفتيش إلا بلجنة حتى مرفقة من محافظة نينوى. وقد تابعنا مشاهدينا الكرام يعني أن موضوع الجرائم، الحديث عن الجرائم في الجانب الأيسر من الموصل، حقيقة تبدو الجرائم بنسبة ضئيلة جدا في هذا الجانب. ذلك يعود لعدة عوامل. العامل الأول هو أن الناس بحد ذاتها قد عرفت من هو المجرم، من يحميها، ممن يأذيها، ممن يضرها. كثير من المجرمين السابقين والذين انضموا أغلبهم لداعش، إن لم نقل كلهم، يعني كلهم، من ذهب إلى داعش، من استفاد منها، يعني قد تنظفت منه المدينة على الأقل. ثالثا، فإن أهالي الموصل قد عادوا بلحمة وطنية قوية بعد التحرير. وأيضا لا ننسى أن نذكر جهود المحافظة، جهود الفرقة 16، قيادة عمليات قادمون نينوى التي تشرف على الأمن، اللواء نجم الجبوري، والذين يتخذون خطوات بالتزامن مع معارك التحرير للحفاظ على الوضع الأمني في أيسر الموصل. لدي الآن بالفعل المداخلة الأولى. السلام عليكم. مضر من الموصل، أهلا بك مضر، بداية أرحب بك في هذه المداخلة الأولى. مضر، من أي مناطق الموصل تحدثنا الآن؟ والله أنا أتكلم معك من مدينة السلمانية، وأنا موظف على ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أنا أشكركم على هذا البرنامج اللي دائما يعني يواكب دائما مشاكل الناس، ودائما يعني يتفقد دائما كل ما احنا نعانيه يعني كموظفين وكأهالي مدينة الموصل. يعني العزيزة علينا وعلى قلوبنا يعني. نعم. طيب مضر أنت تعمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. طيب، بالنسبة لموضوع أزمة الرواتب وأزمة تأخير الرواتب سواء المدخرة أو حتى للمباشرين، هل مسكم شيء من هذه الأزمة؟ كيف أوضاع الرواتب لديكم؟ كيف أوضاع الخدمة؟ والله أستاذ، أنا بالنسبة للرواتب، أن هاي مشكلة دائما تأرقنا إحنا كموظفين، وخصوصا يعني
يعني الداخل واللي خارج مدينة الموصل. يعني هالساعتي أنا ما أدري أدخل فيه، أنا هالساعتي طلعت من مدينة الموصل 29/11/2016 وانصاب زوجتي بهاون، واضطريت أنه أنقلها إلى مدينة أربيل، وحاليا أنا مقيم مدينة السليمانية. عافاه الله. الله يعافيك يرضى عنك. أنا بالنسبة لي مشكلة التصريح الأمني أشني هي المشكلة هسا؟ إحنا كمباشرات أنا 17/1/2017 أنا يعني باشرت بالموضوع يعني، وطلع التصريح الأمني مالتي أنا، وأنا هنا أعاني من شغلة الإجارات لأنه الوضع مالي تعبان وعمل ما أكون، والوضع مالي حيل حيل تعبان وأعاني من يعني من كثرة في الإيجارات، إضافة إلى حال زوجتي الصحية باعتباري أنا يعني أين أذهب وين أروح وين أجي. طيب إضافة طيب إلى مصاريف الأولاد اللي دائما أنا أدفعها يعني. المشكلة ماذا؟ المشكلة بالرواتب؟ تأخير الرواتب؟ المشكلة بالرواتب هسه. حتى أنا مثلا يعني أشن هي المشكلة؟ التصريح الأمني هسه مثلا أكو كثير من عندنا مثلا طلعت التصاريح الأمنية مالهم وكذا وهذه، ليش هذا التأخير بعدم صرف الرواتب؟ أنا ما أعرف أنا ليش يعني. نعم. ليش يعني التأخير التصاريح الأمنية؟ أي نعم يعني التأخير بالتصاريح الأمنية يعني هسا المشكلة وين يعني؟ وصل مثلا نذهب إحنا مثلا هل يعني المشكلة مثلا ببغداد بالوزارة؟ هو مضر عفوا وصلت رسالتك وفهمت الطلب الآن. موضوع التصاريح الأمنية هو موضوع حقيقة يعاني منه شريحة كبيرة من الموظفين الحكوميين، ورفعوا مطالبهم إلى النواب، والنواب أيضا بدورهم والمحافظة رفعوها يعني إلى مستويات عليا ليتم معالجة موضوع التصاريح الأمنية التي تضرر منها كثير من المواطنين، كثير من الموظفين تأخرت رواتبهم بما يخص موضوع التصريح الأمني، والذي هو حقيقة موضوع أخذ أكبر من حجمه، والمفروض يعني أن يتم تسويد هذا الموضوع، موضوع التصريح الأمني. لكن ما نحن نستطيع الحديث به أن هذا الموضوع بالفعل تم رفعه إلى الجهات المختصة به، الوزارات والحكومة ورئاسة الحكومة، ونأمل أن يتم علاجه بالقريب العاجل. مضر، بعد أن تحدثنا عن هذا الموضوع دعنا ننتقل إلى موضوع عودة الكهرباء والمياه إلى أحياء الجانب الأيسر لنقترب من الموصل أكثر. كيف تعتبر هذه الخطوة بالنسبة لمدينة الموصل؟ والله أستاذي العزيز أنا إحنا كلنا أنا أبارك في كل الجهود الشخصية والحكومية وكل من يعمل على إعادة الحياة إلى مدينة الموصل باعتبارها مدينة الأنبياء وباعتبارها مدينة عراقية ومدينة يعني كل شيء إذا فيها مثلا تعرض إلى التخريب أو تعرض لهاي هي دائما تحتاج إلى تضافر الجهود وتكاتفنا كلنا حتى نعيد بناء هذه المدينة. وأنا أدعم كل اللي الناس اللي دائما يعني تعيد شغلة الكهرباء والخدمات والماء وكل ما هو متطلب وضروري للناس يعني هناك يعني. نعم. طيب مضر، بالنسبة لعمل الدوائر الحكومية داخل الموصل، داخل مدينة الموصل، كيف تستطيع أن تقيم عمل الدوائر هناك، دوام الدوائر، تواجدها في تلك المناطق، كيف تستطيع أن تصف هذا الموضوع؟ والله أنا ألاحظ مثلا البلديات تعمل يعني بامتياز يعني، ويعني دائرة الماء وإضافة إلى غيرها من الدوائر الأخرى كالمعلمين أو يعني أي دائرة من الدوائر بدأت الحياة تعود بصورة طبيعية وبصورة يعني تدريجية إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. بس إحنا دائما يعني نطلب دائما أنه عندما يكون التكاثف موجود بين كل شرائح المجتمع الموصلي بالتأكيد سوف تنعاد الحياة تدريجيا يعني خطوة بعد أخرى. صحيح أن يعني الخراب كثير وكذا، لكن تضافر الجهود والتكاثف القوي هو اللي راح يرجع الموصل بعد أفضل من
من السابق يعني. بالتأكيد مضر، هذا من المؤمل إن شاء الله أن يكون قريبا جدا وبصورة كاملة عن جميع أهل الموصل. رسالتك وصلت، شكرا لك مضر، كنت معي من السليمانية، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كما ذكرنا لكم ويضاف صوت جديد إلى أصوات المعلمين الذين وقفوا وقفة احتجاجية وأيضا يعانون موضوع تأخر الرواتب والتصاريح الأمنية والتي باتت مشكلة تؤرق جميع الموظفين وتؤرق جميع أهالي نينوى ممن لهم رواتب ومستحقات لدى الحكومة. ونحن أيضا بدورنا كجهة إعلامية وبمهمتنا وواجبنا أن نوصل أصوات هؤلاء المواطنين، هؤلاء الأشخاص، إلى النواب، إلى الوزراء، إلى كل جهة بإمكانها أن تنقذ الوضع وأن تحل مشكلتهم. معي الآن مداخلة أخرى من علي من بغداد. علي، أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك علي، بداية أرحب بك وأتمنى أن تخفض صوت التلفاز وأن تستسمعني من الهاتف ليكون تواصلنا أسرع. علي، بداية، أنت إذا كنت من متابعي الشأن في مدينة الموصل، المعارك هنالك شارفت على الانتهاء وتحرير الجانب الأيمن بالكامل، ما هي أبرز المطالب التي تطالبون بها القوات الأمنية وحتى الأهالي المحاصرين لسرعة تحرير هذه المناطق؟ علي، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أول شيء نشكر القوات الأمنية على تحرير نينوى. نعم علي، أكمل. أي، ونشكركم أنتم قناة الموصلية توصلون هذا الصوت. علي، تحدث معي بشكل متواصل، يعني سماعك للصوت عبر التلفاز يشوش علينا، لو سمحت لي. وكل سؤالك من البداية، سؤالك أنا السؤال، إن كنت تركز معي لو سمحت أخي علي، السؤال هو حول قرب انتهاء تحرير الجانب الأيمن من الموصل، ما هي المطالب؟ يعني أنتم كأهالي العراق، أهالي الموصل، بماذا تطالبون القوات الأمنية وحتى أهالي الجانب الأيمن للإسراع بالتحرير؟ والله نطالبهم بسرعة تحرير الموصل، ويديرون بالهم على المدنيين إن شاء الله، هم ما مقصرين. نعم، إن شاء الله، إن شاء الله تخلص الموصل، إن شاء الله تتحرر الموصل إن شاء الله. أما قريب تستجاب دعواتكم جميعا ودعوات جميع أهالي الموصل. شكرا لك علي، كنت معي من بغداد على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، الحديث الذي لن ينتهي حتى يخرج آخر داعشي ويقضى على آخر داعشي في الجانب الأيمن من الموصل وفي العراق بشكل عام، الحديث عن تحرير الجانب الأيمن. الجانب الأيمن من الموصل، وكما استمعنا في خلال مداخلة واتصال مع النائب علي المتاوتي والذي تحدث لنا عن موضوع أهالي الجانب الأيمن، الوضع هنالك صعب جدا، الجميع يعلم ذلك، الوضع في مأساة وفي مجاعة، الكل يعلم ذلك. وقد قام حينما قام بإيصال هذه يعني الشكاوى للقيادة، قيادة عملية نينوى، بأن أهالي الجانب الأيمن يعانون من المجاعة، فأخبره بأن الموضوع أيام قليلة ويتحرر الجانب الأيمن. معي مداخلة أخرى من أم دنيا. أم دنيا، أهلا بك. وعليكم السلام، أهلا بك أم دنيا، أنت تحدثيني الآن من الموصل، من أي مناطق الموصل؟ لا، أنا ساكنة بغداد نازحة. يعني أهلا بك وبأهالي بغداد أيضا. إذن أنت من أهالي الموصل. يعني طيب، بداية، إذا كنت تتابعين موضوع عودة الكهرباء إلى الجانب الأيسر من الموصل، بدأ عودة الخدمات والدوائر الخدمية، كيف تعلقين على هذا الموضوع؟ الحمد لله على كل حال، وما مقصرين. قولوا بس إحنا أهم شيء مشكلتنا هي الأيمن هسه، أهلي بالأيمن. نعم، طيب،
طيب بالنسبة لموضوع الجانب الأيمن، أنت تتابعين وضع الجانب الأيمن، ما هي ما هو المطلوب من القوات الأمنية الآن والمطلوب من أهالي الجانب الأيمن؟ والله القوات الأمنية ما مقصرين والحمد لله، الله يحفظهم ويطلعهم بسلامات. من ناحية المواطنين والله قاعدين ببيوتهم لا يتحركون، لا أكل لا شرب لا أبد. من ضمنهم بيت أهلي أنا انقصف، رجل بنتي تصوب، لا عندهم علاج لا عندهم مستشفى لا عندهم أي شيء. هم في أي منطقة من الجانب الأيمن؟ بمشيرفة. هم بمشيرفة. كم تبعد القوات الأمنية عنهم حاليا؟ على حسب ما عرفوا حي التنك بيناتهم وبين مشيرفة مسافة يعني. أتمنى أتمنى من رب العالمين ومن القوات إنه يسرعون ويروحوا لهم، لأن فرد مرة يعانون. نعم. طيب بخصوص نعم مبين نداءك وصل للقوات الأمنية والتي حقيقة تحاول التحرير بأسرع وقت وأخف جهد أو ضرر ممكن يصيب المواطنين. السؤال الآن نعم نعم السؤال الآن بالمناطق المحررة. نعم نعلم ذلك يعني نعلم ذلك، لكن أيضا شدة القصف وقصف الطيران من الممكن أن يوقع ضررا بين المدنيين، ولهذا العملية ربما تتأخر بعض الشيء لكنها لن تتجاوز الأيام، هذا حسب تصريح القيادات العسكرية هنالك في الجانب الأيمن. طيب أم بيان، بالنسبة للمناطق المحررة في الجانب الأيمن شهدت عودة كثير من الأهالي إليها، في هذه المناطق المحررة من الجانب الأيمن يعني كيف يمكن أن نختصر مطالب الأهالي هناك؟ هم يساعدون بعض، لازم مفروض أكو ناس تطلع فعلا تشبعنا قهر إحنا على الأنقاض على ما أعرف شنو يعني خوباً. هم بيناتهم إذا كان أنقاض إذا كان أي شيء هم يساعدون، مفروض مو يعتمدون على الجيش، يعتمدون على الحكومة. كافي 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 اللي كانوا يقولون اسكت أش علينا، موصل كانت تقول اسكت أش علي آني، كل واحد يسد بابه. هسه ماكو هيك شيء، ما لازم هذا الشيء. نعم. لازم إيد بإيد. نعم بالتأكيد. طيب أم بيان بخصوص المناطق، أم دنيا عفوا، نحن نتحدث عن موضوع أهالي الجانب الأيمن، الجميع الآن ذاق مرارة احتلال داعش والجميع الآن يحاول أن يساعد بتحرير هذه المناطق، بتوقع أنت وحسب متابعتك الموضوع كم سيستغرق تحرير وتطهير الجانب الأيمن بالكامل من داعش؟ نتمنى احنا حسب ما عاد اشوف اني متابعه القناه مالتكم، الله يحفظكم وان شاء الله دائما بالعلالي، يعني انا متابعه القناه انه بايام. نعم. لان بصراحه الجيش ما مقصر ما مقصر ما مقصر، يحفظهم ربي. نعم أشكرك يا أم دنيا على هذه المداخلة، كنت معي من بغداد. أم دنيا من أهالي الموصل ولا يزال لها بقية في الجانب الأيمن، التحرير الجانب الأيمن، الجميع يضع يده على قلبه وينتظر هذه اللحظة لتحرير الجانب هذا بالكامل وتطهيره من داعش وتخليصه من براثن داعش الذي يتشبث بالجانب الأيمن بكل شراسته، لأنه يعلم أن هذه نهايته والتي تكتب الآن برصاص القوات الأمنية وبخطواتهم والتي ستكتب وتوضع في 17 تموز، هذه المنطقة التي تعتبر رأس الأفعى لداعش في مدينة الموصل. أستقبل الآن مداخلة أخرى من أم علي من الجانب الأيسر من الموصل. أم علي أهلا بك. أهلا بك أخوي، أشكركم. أهلا بكم علي بخير، نحمد الله وإن شاء الله تكونون أنتم جميعا بخير. أم علي عندي طلب بالبداية، يعني أتمنى أن تستمعي إلينا من سماعة الهاتف وإخفاض صوت التلفاز، هذا يشوش علينا كثير. أم علي بالبداية نعم أرحب بك، أنت من أهالي الموصل في الجانب الأيسر. الجانب الأيسر مؤخرا شهد عودة الحياة، عودة الكهرباء أو الوطنية، مياه الشرب إلى هذه المناطق،
يعني كيف تشعرون بهذه الخطوة أنها مهمة للحياة في الجانب الأيسر؟ والله يا أبو الحمد لله احنا عايشين والحمد لله، يعني مثل ما يقول رجعت الأمان شوية، الماء رجع، الكهرباء الوطني الحمد لله صلح. بس احنا بالنا غادي على ذاك الجانب، قرايبنا غادي وبيت أختي غادي وبيت عمامي غادي. نعم يا أبو الله يحفظكم، بس لقد توصلون صوتنا الله يحفظكم. يعني نعم. الضرب على راسهم وهم يعني لا ماء لا أكل لا شرب. الجميع فعلا أم علي، الجميع يعلم الوضع في الجانب الأيمن، والقوات الأمنية في تقدم مستمر، عملياتها مستمرة لتحرير هذا الجانب. يا الله يحفظكم، بس يعني بس تريد توصلون صوتنا، يعني تريد بس يتحررون، خاصة المشاهدة يعني يقول أكثريتهم يحشون على المشاهدة. أنت صوتك بالتأكيد سيصل إلى المسؤولين عن هذا الموضوع أم علي، وإن شاء الله والله يحفظهم يعني الشرطة إن شاء الله وقوات الجيش كلهم بأسرع وقت. الله يحفظهم إن شاء الله وينصرهم إن شاء الله على هذول الكلاب الدواعش حش السامع. اللهم آمين. طيب أم علي، دعيني أسألك سؤالا الآن بخصوص موضوع المدارس، سير العملية التعليمية في الجانب الأيسر، كيف تمشي هذه العملية حاليا؟ كيف تبدو؟ ما هي تعليقاتك وملاحظاتكم عليها؟ والله الحمد لله المدارس ترجع، الحمد لله رجعت المدارس. أه. الحمد لله المدارس رجعت، يعني الدروس عاد يبدو عين طيب ماما. يعني نعم. مثل ما قلنا يعني بجانب الأيسر يعني الحمد لله هاي يعني صار فترة يعني رجع كل شيء مثل ما أمان. المدارس يعني المدارس ما يعني يداومون يروحون يجون الحمد لله. نعم اي والله يعني مثل ما يقول احنا يعني احنا تحررنا واحنا ما شفنا شيء، يعني بهذا الجانب احنا ما شفنا مثل ما ذاك الجانب اللي شافوا ويعانون. نعم. طيب ام علي، بالنسبه لعمل دوائر البلديه، الشوارع، هذه الامور، التنظيف، كيف تصفين اعمال البلديه الان في الجانب الايسر من الموصل؟ بلديات يعني على السفر على الباب، يعني اهل تكرم اهل الوسخ يعني يجون على البيت اللي ياخذون الوسخ، يعني ماكو شيء ماكو شيء الحمد لله، يعني رجعت الامان، البلديه كلها رجعت. الحمد لله المدارس، الماء، الكهرب، كله يعني بهذا الجانب الايسر الحمد لله رجعت، بس احنا بالنا على ذاك الجانب نريد بس يتحررون، يعني تعبوا تعبوا كثير تعبوا. نعم. طيب أم علي، بخصوص الأهالي الذين عادوا إلى المناطق الجانب الأيمن، مناطق التي تحررت في الجانب الأيمن شهدت عودة الكثير من أهاليها إليها، ما هي أبرز احتياجات تلك المناطق في الموصل الآن؟ يعني قصدك بجانب الأيمن جو هنا على الجانب؟ الجانب الأيمن، المناطق المحررة من الجانب الأيمن. إيه؟ نعم. حاليا ما هي أبرز احتياجاتهم؟ والله الجانب الأيمن ما تعرف جو، هم طلعوا بنفسهم يعني ما عندهم شيء. واد هدوم منام هاي كلها راحت مالتهم، احتياجات كثير احتياجات يرادهم. يعني هسه من القرايب اللي تحرروا ذاك الجانب جو على الجانب جو بس هم بنفسهم. نعم. اي والله. نعم أم علي، أشكرك على هذه المداخلة، كنت معي من الجانب الأيسر من الموصل، وتحدثت أم علي حول المشكلة والهم الأكبر حاليا لأهالي الموصل والجانب الأيسر، وهو موضوع تحرير ما تبقى من الجانب الأيمن، لأن كثير من الأهالي محاصرين فيه، كثير من الأهالي يتعرضون لبطش وإرهاب داعش والذي يتخذهم دروعا بشرية، وينتظرون رحمة الله عز وجل وينتظرون التحرير الذي يأتي من القوات الأمنية. إذن مشاهدينا الكرام، نأخذ مداخلة أخرى الآن معي كريم من أهالي الموصل ومقيم في السويد. كريم أهلا بك. أهلا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام كريم، أرحب بك. بداية السؤال الذي نتساءل عنه ويتساءل عنه الجميع الآن، القوات الأمنية بعد أن شرفت على تحرير الجانب الأيمن بالكامل، كم المدة الزمنية التي تتوقع أن يتم تحرير هذه المناطق بالكامل؟ والله أخي العزيز، يعني نشكر القوات الأمنية طبعا على هذا القتال الشرس مع داعش، ونشكر قناة الموصل اللي توصل الحقيقة. نعم. أعتقد يعني الوقت يعني به أكثر من شهر، لأن كثير تقدم بطء صار في العملية خاصة بالمناطق القديمة. يعني أنا من أهالي جانب الأيمن، منطقة الجامع النوري. نعم.
العجب انه صار منطقة باب الطوب والكورنيش اكثر من شهر متحررة، ولحد الان الجيش ما تقدم الى مناطقنا، يعني صار اكثر من شهر والناس يعني حيل متأذين من هالمناطق اللي السرشخانة والشفاء والميدان، وتعرف انت باقي المناطق المنطقة القديمة كلها. نعم. طيب بخصوص المناطق المحررة في الجانب الأيمن، دعنا نتحدث عن المناطق التي تم تحريرها وشهدت عودة الكثير من الأهالي إليها. كيف تصف أنت كمتابع للوضع هنالك، كيف تصف أبرز احتياجات أهالي الجانب الأيمن الآن؟ أكثر احتياجات الناس تحتاج الماء، والأهم شيء أهم شيء الخدمات، يعني الناس كلنا نشوف أكثر شيء نتابع، لا أكل لا شرب لا خدمات لا كهرباء. أكيد ما راح يقدر يسكن بالبيت، راح يطلع المخيمات أو يروح الجانب الأيسر، يعني نشوف حالة مأساوية كثير. حتى المناطق المحررة كلها تعبانة، يعني ماكو خدمات من الحكومة المحلية أنه توصل الخدمات، يعني ماء الشرب أبسط شيء المواطن يحتاج إلى ماء الشرب، كل المناطق ما بيها ماء، كلهم يطلعون. نعم. طيب علي، الآن والحديث عن الجانب الأيسر وعودة الخدمات إلى هنالك، تابعنا كنت تتابع معنا الكهرباء والماء عادت إليها، أنت كمتابع أيضا للشأن هنالك في الجانب الأيسر، ما الذي ينقص حاليا أهالي الجانب الأيسر بعد أن استتب الأمن والوضع هنالك أخ كريم؟ والله الجانب الأيسر طبعا مثل ما نعرف أنها تحرر بطريقة أنه بسرعة وما شافوا أي شيء إن شاء الله. المساعدة، الأهالي يساعدون ويا القوات الأمنية، لازم يكون مساعدة المواطن ويا القوات الأمنية، طبعا بهاي الحالة راح يصير الأمان 100%. بس إذا ما راح يساعدون راح يظل الأمان ماكو، خدمات ماكو، وأي مواطن ما راح يقدر يشتغل، يعني الموظف بالدولة ما راح يقدر يشتغل إذا ما توفر له الأمان. نعم. طيب بخصوص موضوع مثلا، يعني حينما يطرح موضوع التصاريح الأمنية التي تؤخر صرف الكثير من الرواتب، يعني هل أنت مع موضوع مثل هذه التصاريح الأمنية التي هل تعتبر ضرورة أم أنها يعني تعتقد مضى وقتها وانتهى؟ والله حاليا ما وقتها، يعني مضى وقتها وانتهت، لأن حاليا أهم شيء أنه يعني ترجع الخدمات، ترجع الأمان، أهم شيء أنه المواطن يتعاون بالأمان، وهذا كله راح يرجع الكهرباء والمي، ويرجع كل شيء يرجع مثل الأول وأحسن إذا المواطن تعاون ويا القوات الأمنية، كل شيء راح يتوفر. بس إذا ما يتعاون ما راح يتوفر. نعم، أشكرك كريم على هذه المداخلة، كنت معي من السويد، شكرا لك. ومشاهدينا الكرام، أذكركم بأننا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة في هذا اليوم، لم يتبقى لدينا إلا دقائق معدودة سنأخذ فيها المداخلة الأخيرة. إذن بانتظار هذه المداخلة مشاهدينا الكرام، أذكركم بأهم المحاور التي تحدثنا حولها. أولا، العبادي والذي تفقد القطاعات العسكرية وسير المعارك في أيمن الموصل، وتابعنا أيضا في الشق الثاني من برنامجنا معلمونين والمباشرون ينظمون وقفة احتجاجية في أيسر الموصل لعدم صرف رواتبهم. معنا مداخلة من زياد من الموصل. زياد، أهلا بك. الله يسعدك حبيب قلبي. أهلا بك زياد، من أي جانب تحدثنا من الموصل؟ حبيبي أنا حاليا ساكن بغداد، صار 3 سنين. نعم، أهلا بك. طيب طيب زياد، أنت من أهل الموصل، من أهل الجانب الأيسر أم الأيمن؟ أنا من جانب الأيسر إن شاء الله. طيب أنت لابد أنك تتابع حاليا وضع الجانب الأيسر الذي تحسن كثيرا، عودة الكهرباء، عودة الماء، عودة الخدمات، كيف تصف الوضع الآن في الجانب الأيسر؟ والله الوضع جيد جدا إن شاء الله، الوضع مستقر، العالم يعني تشتغل إن شاء الله من أحسن إلى أحسن إن شاء الله. وإن شاء الله إحنا ناويين يعني هاي اليومين الثلاثة نرجع لمنطقتنا، نرجع لبيتنا. نعم.
طيب أنت من أهالي الموصل، حينما نتحدث زياد أنت من أهالي الموصل، ما هي الرسالة التي توجهها للقوات الأمنية هنالك المتواجدة ولأهالي الموصل بشكل عام؟ والله يا أهالي الموصل، أنتوا يعني يا أهل الموصل يا أهل منطقتي، أنتوا صبرتوا إن شاء الله ما ضل شيء، تتحرر جانب الأيمن وترجع المدينة الوضع عالجان وأحسن إن شاء الله، ويرجع إن شاء الله الأمان ويرجع الشغل وترجع إن شاء الله أحسن من قبل بعد إن شاء الله. إن شاء الله سيكون العودة قريبا لجميع أهل الموصل وللجميع. طيب متى تتوقع زياد أن يتم تحرير الموصل بالكامل من داعش؟ والله توقعاتنا إن شاء الله وقوات الجيش العراقي الشهر السادس إن شاء الله عن قريب. إن شاء الله ستكون، إن شاء الله سيكون الموعد أقرب من ذلك. طيب أنت زياد، كيف تصف احتياجات أهالي الجانب الأيمن برأيك؟ ما الذي يحتاجه أهالي الجانب الأيمن حاليا بالدرجة الأولى؟ والله في الدرجة الأولى هم باحتياج الشيء الأول العلاج، يوجد كثير من المرضى ويوجد كثير من الكبيرين في السن وذو الاحتياجات الخاصة، هذا الشيء أول. الشيء الثاني الماء، الكهرباء، ويعني الطعام. أشكرك زياد على هذه المداخلة الأخيرة، كنت معي عبر الهاتف، والشكر أيضا موصول لكافة السادة المشاهدين، الشكر أيضا موصول لكم متابعين الكرام حيثما كنتم، لكم ولكل من تابع معنا ولكل من تفاعل معنا في هذه الحلقة، والتي حاولنا أن نسلط فيها الضوء على أهم محورين اثنين. أولا موضوع تقدم القوات الأمنية في الجانب الأيمن وزيارة العبادي لتفقد القطعات العسكرية، أيضا الوقفة الاحتجاجية التي تعبر عن حال جميع موظفي محافظة نينوى ومدينة الموصل من تأخر للرواتب وموضوع التصاريح الأمنية. مشاهدينا الكرام، آمل أن نكون قد وفينا في هذه الحلقة موضوعنا وقد أنصتنا إلى آرائكم ووصلت آرائكم إلى المسؤولين عنها. مشاهدينا الكرام، لن يتبقى لي إلا أن أشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة أخرى. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.